عبارة عن حكاية ما نعرف شلون بدت وشلون راح تنتهي، بس هذه الحكاية مربوطة بها هواية أمور، مثل كل شيء يصير بحياتنا يوميا هو شيء مو إحنا عارفيه ولا كاتبيه، بس بعدين نرجع نأيده بكتابنا. الأمثال مربوطة بحياتنا مثلها مثل أي شيء عادي ممكن يكون مرافقنا، يعني كل شيء نسويه اليوم احنا نلاقي اكو فد مثل قدامنا. قبل لا ابلش بسرد هذا الموضوع رح اروح انا وياكم حتى نشوف التقرير الخاص بحلقة هذا اليوم، ونرجع من بعده نستأنف حلقتنا. حياتنا عبارة عن حكاية، وكل حكاية مبنية على عدة سطور، وكل سطر من هذني ورا 100 سالفة وسالفة. وفكروا بأصل المثل، أصل المثل شيء حصل. عرفت إيه اللي حصل؟ ده حصل وحصل. دائما نقول الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح، بس ما حد قدر يعترف أنه حياتنا هي عبارة عن بيبان، وكل باب لازم نسده. ما اعتقد هذا الشيء. أقول مثل ما قال شيء ما قاله، من حياتنا مربوطة بمثل، وكل لحظة بحياتنا مربوطة بعدة أمثال، يعني الأمثال ما أجت من عبط، ومثل ما قالوا الكل مثل حكاية. الما عند عقل مرتاح بيامه، الما عند عقل مرتاح بيامه، الما عند عقل مرتاح بيامه. و63 وهذه الطبعة الأولى للأمثال البغدادية للشيخ جلال الحنفي. إذا تجون تقلبون بهذا الكتاب راح تكتشفون كل الأمثال شنو معناتها وليش صارت وبأي طريقة. ما حبيت أختار من عندها شيء معين وأقوله اليوم بالحلقة، قلت أي صفحة راح تجي قدامي راح أفتحها وراح أقول المثل اللي بيها، لأن هواي أمثال إحنا ما نعرفها، بس بهذاك الوقت كانت الأمثال كلها تنقال. قبل كل شيء أحب أذكر بأرقام الهواتف اللي مبينة بأسفل الشاشة لمشاركتكم، وأسمع منكم كذلك الأمثال اللي أنتوا تعرفوها، بس على شرط أريد أشوف منكم من يعرف قصة هذا المثل. أنا بلشت تجيني مباشرة على الفيسبوك، لأنه أيضا من خلال التواصل الاجتماعي تقدرون تشاركون ويانا. وصلني على الفيسبوك يقول علاء، تحياتي لك يا علاء الطائي، يقول العمة لو حبت تجنة كان بليز دخل الجنة، يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر لقى. حلو، هذه أيضا هي من الأمثال اللي إحنا نعرفها يا علاء، بس أنا أتمنى أشوف ليش نقال هذا المثل. إن الأمثال اللي قدامي هسه موجود عزة وطلابتهم عوجة، يضرب في تحاشي مخاصمات من تعرف فيه اللي
ونرجع من بعدها. قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول، واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول، واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. تقول لي العرب كلهم عندهم أمثال وليس فقط بغداد مع تحياتي، اللي يدري يدري والما يدري قلبة عدس، لا قبضة عدس للتصحيح. بالنسبة للأمثال هي طبعا مو فقط للعرب ولبغداد، كل العالم عندهم أمثال، حتى الغرب كلهم عندهم أمثال، وتلاقيها حتى قريبة من أمثالنا ولكن بغير شكل. احنا عندنا بالعراق كل منطقة تفرق عن الثانية بطريقة الأمثال مالتها، يعني ببغداد أسلوبهم غير، بالجنوب أسلوبهم غير، بكردستان أو بالشمال أسلوبهم غير أيضا، بس عفوا كلهم يجون إلى نفس النقطة، نفس المثل، ولكن اللهجة تفرق، اللون يفرق من مكان إلى الثاني. راح أختار لكم هسه همينا مثل ثاني ونقوله. يقول المثل، خليني أشوف لكم منه، لا أريد شيء يكون غريب. أوكي، المثل يقول فلفل الحار
سلام. على راسي، من وين قاعد تتصل بي يا باسل؟ من اي منطقه؟ من بغداد. من بغداد، بغداد الجديده. على راسي انت وكل اهل بغداد الجديده. الله يسلمك. تفضل يا باسل، عندك مثل؟ والله السبع صنايع والبخت ضايع. ليش؟ ليش هذا المثل ينطبق عليك ولا بس كلام؟ احنا العراقيين نشتغل سبع صنايع بس البخت ماكو. اها اي والله. تعرف شنو قصه هذا المثل ولا لا؟ والله صراحة يعني تاريخ القصة ما أعرفه، يعني إذا تنورني أنت تقولها بعد أحسن. أكيد هسه راح أسولف لك عن هذا المثل وليش هيك قالوا. تمام. أشكرك يا باسل. بس أريد أطلب شغلة، إنه أطلب واحدة من أغاني كاظم الساحر. كاظم الساحر. ذكرنا بأيام زمان. هاي قبل هاي تدلل من عيوني. وأقول لك ممنون، شكرا. على راسي، كل الهلا بيك باسل. حبيبي. شكرا، شكرا لاتصالك، شكرا حبيبي. المثل اللي قال لي الأخ باسل من بغداد، سبع صنايع والبخت ضايع، شنو سالفة هذا المثل وقصته؟ هو شخص كان يحمل سبع مهن يشتغل بيها، وعلى طول يحاول انه يرتبط ببنت الحلال، ولكن ما قاعدة ترهم وياه. كل ما يروح يتقدم يرفضوا 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 بسبب شكله، ولكن هو عنده سبع صنايع. اليوم وينكو؟ اليوم بلا مهنة ودي يروح يتزوج وينطوه ياه، يلفلفوه ويقولوا له الله وياك وخذها مبارك عليك. وهذا الرجل كان عنده سبع أشياء يعرفها ويمارسها، رفضه. فلذلك قال هو عن نفسه، أنا عندي سبع صنايع بس بختي ضايع. هذه كانت قصة المثل الحقيقية. مصطفى من ديالة، مساء الخير يا مصطفى. أبو الصوف، مصطفى عاود الاتصال. أنا أعرف اليوم أكو مشكلة بالاتصالات من الظهر، من بلش المطر العالم يعني دي يصير عندها، لأنه أعرف بغداد والمناطق الجنوبية متأثرة بالمطر جدا قوي. فراح أشوف إذا مصطفى هسويانا مرة ثانية. صوف. ألو، السلام عليكم. هلا حبيبي، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عموري؟ شلون صحتك مصطفى؟ حيب قلبي، يلا يحفظك. شخبارك؟ الأهل شلونهم؟ والله الحمد لله، الله يسلمك الغالي. ان شاء الله دوم. ودياله شنو اخبارها؟ والله الحمد لله بخير ونعمه. مطر عندكم حبيبي؟ حبيبي والله امطار، يعني ما شاء الله الحمد لله، يعني صار يومين من البارحه واليوم. اي صحيح، مطر خير هذا اكيد، لانه احنا بعدنا هسه بدايه بلشنا، فتحنا باب الشتاء ومباشره فايتين بمطر. ان شاء الله تكون امطار خير على الكل، ويتغير يتغير شوية الجو همينا ويانا، تعبنا من الحر. صوفي. اي صحيح، الجو بارد. شكو ماكو؟ سولف لي بعقوبة، شنو الوضع؟ تمام والله الحمد لله، يعني بالأمطار والخير والبرد شوية. الحمد لله الحمد لله. يلا شد الهمة وبلشوا بالزوالي وطلعوا الشتوي. أبو الصوف. صحيح. عندكم مثل مشهور جدا بديالة أنتوا ترددوه كلكم؟ كل يعني المثال يعني مو مختص يعني بمنطقه معينه او مكان معين، هي نطاق واسع. حتى نقول احنا بالعراق او بالشمال الجنوب الوسط، هي ينقال يعني خارج القطر. اها طيب، شنو انت اكثر يعني مثل تقوله تردده على طول؟ اي اردده يقول هذا تمدد على قد قطاك. شلون؟ تمد مدرجيك على قد بساطك. اه اوكي، مدرجيك على قد بساطك. اوكي تمام. حلو حلو. تعرف هذا ليش يقولون المثل؟ والله بصراحه يعني اللي يقول لك يعني هي المثل، يوم من يقص المثل كل مثل الى اكثر من قصه. تمام، بس هو تصحيحا للمثل يا مصطفى حبيبي، حتى نصحح عن المثل، لان اكيد شوي يجوز صادك هو ما قايله على قد بساطك مد رجليك. هو شوف، مو قلت لك يعني المثل كل واحد من كل لسان الى لسان يقولوها الى شخص الى شخص. صح، كل منطقة تقولها بطريقة مثل ما قلنا بأول الحلقة. بطريقة صحيح صحيح. تمام تمام يا مصطفى. مصطفى أنا جدا سعيد بمشاركتك، وقل لي عمور أي طلب خاص من عندك. أنا والدي عيوني اليوم عيد ميلاد أمي. عيد ميلاد والدتك؟ أي اليوم وعيد من عندك أخي. أمي عيد ميلادها، عيد ميلادها اليوم، عيد ميلادها. أنا هسه أول شيء أقول لها إن شاء الله إلها طولة العمر وكل عام وهي بمليون خير،
وإن شاء الله الله يكتب لها أيام حلوة ويعوضها عن كل يوم كان متعب بحياتها يا رب. الله يسلمك الله يحفظك ويخليها لكم. الوالدة شنو تحب تسمع؟ إذنك وليد توفيق مع سنة حلوة يا جميل. انزل يا جميل للساحة وليد توفيق إن شاء الله، راح أحاول إنه هو أشوف لك ياها. تمام؟ إن شاء الله حبيب قلبي. حبيبي شكرا لك يا مصطفى وتحياتي للوالدة، ينعاد عليها صحة وسلامة حبيبي. الله يحفظك الله يسلمك. حبيبي حبيبي أشكرك أشكرك. بمسرحية الخيط والعصفور، طبعا هالمسرحية أنا قلتها بأول حلقة أنه راح تمشي ويانا هواية بالحلقات، لأنه قدروا يجمعون بيها كل شيء خص فلكلورنا وتاريخنا وثقافتنا، مو بس البغدادية، بغداد والموصل وكل المكانات. فرح أشوف المقطع إذا جاهز من هذه المسرحية، خلينا نشوفه فإذا نسويه ونرجع من بعدها نعلق عليه. خلينا نشوف. يعني أبو المثل ما خلى شيء ما أقاله، ما خلى شيء ما أقاله. أدري بس شلون يعني ما أقاله؟ الأعمار بيد الله والكل أجل كتاب. تمام لو مو تمام؟ أي تمام. والحياة له أو لعب، له أو لعب، له أو لعب، له أو لعب. تمام لو مو تمام؟ لا شو تمام غصبا ما والحياة له ولعب، له ولعب، هيك قالها عزيز كريم. راح اخذ فيصل. مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخوي؟ هلا حبيبي فيصل، من وين قاعد تكلمني؟ والله من الفلوجه. حياك الله انت وكل اهل الفلوجه حبيبي. حبيبي انت انا هم اول حلقه يمكن خاطبتك. على راسي على راسي يا فيصل راسي. حبيبي. حبيبي كل الهلا بيك. قول حبيبي. الحلقة اليوم كلش حلوة ومنور انت. اشكرك هذا نورك قلبي تسلم لي. حبيبي انت وعنوان البرنامج كلش حلو. حبيبي حبيبي هذا بس من ذوقك. اريد مثل منك يا ابن الفلوجة، شنو تقول لي مثل؟ والله مثل بس انا هم اعرف قصة واريد انت يعني تقول لنا القصة مالته. شنو هو؟ مثل اكو بس ما اعرف القصه مالته يعني او شنو السبب مالته. اوكي عادي عادي مو مشكله، انا دا اكمل لكم القصه، اعطوني المثل واني اذب لكم القصه. اي هذا مثل دائما اسمعه ودائما اقول لاحظت برجيلها ولا اخذت سيد علي. اوكي جيتني على مثل اني والله ما اعرف هذا قصته بس لاحظت صح؟ فتوايا سامعينه متداول يعني كلش. كلش كلش متداول وهسه راح اشيك هنا انا لان اكيد راح القاه بس هي المشكله انه هسه بالاحرف هسه راح اطلع اني اكيد لا اكيد. حبيبي حبيبي فيصل. هاي واحده اي قول بس انا يما جيت طلبت اغنيه مره وقلت لي على الحلقه الثانيه وبعد يمكن ما طلعت يعني. يا اغنيه مستحيل كل الطلبات والله لبيتها فيصل بس يا اغنيه. ما ادري جوز الحلقه انا ما شايفها جوز ثاني هاي ثلاث حلقات ما شفت الاغنيه. قل لي اي اغنيه حبيبي. اي مال عمرو دياب حبيبي يا نور العين. حبيبي يا نور العين. طيب ايه؟ انا لانه حتى حبيبي يا نور العين راح احط لك اياها ان شاء الله بحلقه بعد باكر اكيد 100%. ماشي تمام يعني خاطئ. حبيبي تمام. بس بهاي الحلقه راح تشوف عمرو دياب بس غير اغنيه. تمام ماشي تمام تمام حبيبي تمام. كل الهلا بيك حبيبي. أشكرك حبيبي 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 مع السلامة مع السلامة. صراحة أنا لقيت حرف اللام بس إنه راح أطول كل شيء هواية بيه إذا راح أقعد أدور هسه البثر هو وين مليانة أمثال ما شاء الله. خالد خالد من الموصل. نعم. مساك الله بالخير يا خالد. حبيبي هلا حبيبي شلون صحتك؟ الله يخليكم على برنامجكم الحلو. أشكرك أشكرك يا أهل الموصل عندكم أمثال تشق القلب هالقد ما حلوة فانطيني مثل مصلاوي بحت. مثل المصلاوي يقول لك ميت قلبي ولا غلبي. شلون؟ ميت قلبي ولا غلبي. ميت قلبي ولا غلبي. اوكي يعني شنو تقدر تشرح لي اكثر؟ يعني تقلب على واحد تقلب عليه متفق على شغله اذا تشوف انت يعني خسران بها الشغله تقلب عليه ولا يعني يقول لك ميت قلبي ولا غلبي. من هذا احنا نقول راح قلب فطلعت هي ميت قلبي ولا قلبي. زين شنو بعد تتذكر لي فد مثل ثاني؟ والله حيرتني أشياء سبحان الله طار اللي بنباغي هم طار كله يطير سبحان الله. واحد مني يريدها شوية بس إلا ما راح تلاقي لك فد شيء منا
منا لازم اكو فتشي واحد ويا كمينة ثاني. على العموم قل لي حبيبي عندكم بالموصل بعدكم تتداولون الامثال الشعبيه يعني موجوده بحياتكم العاديه لليوم؟ موجوده بكل وقت بكل مكان ودائما موجوده. وترددوها؟ نعم. زين هذه الكلمه او المثل اللي انت قلت لي اياه الحماد تستعملها دائما او الشنة منو يقولها؟ لا لا المتداولين بالاشغال. اها اوكي تمام حلو حلو. اني اشكرك جدا على اتصالك. قل لي تفضل. أغنية من أغاني فريد الأطرش. فريد راح أحط لك راح أحط لك إياها. تسمعون أغاني ولو برنامجكم أنتم أم حقكم يعني مو بس تشمون الريحة تروح خلينا شوية نستمتع بالأغنية. أي أغنية من أغانيكم ولا كل أغانيكم حلوة. من عيوني من عيوني راح أطول لك شوية بالأغنية تتدلل حبيبي أنت. أشكرك. هاي راح أحط لك إياها إن شاء الله بحلقة يوم الثلاثاء فريد الأطرش راح أحط لك أغنية تمام؟ نعم شكرا تدلل حبيبي كل الهلا بيك. هلا بيك عزيزي. بارك الله فيك على البرنامج الحلو. تسلم عيونك الحلوه حبيبي. اشكرك هلا. اشكرك شكرا لك. ريزان من بغداد مساء الخير يا ريزان. مساء الخير يا هلا مساء النور. ريزان ولا رزان؟ رزان. هلا يا رزان شخبارك؟ والله الحمد لله. انت شلونكم؟ طبعا انا من المعجبين ببرنامج مالك عمر. اشكرك على هذا البرنامج الحلو. اشكرك اشكرك يا رزان. من وين تكلميني؟ من بغداد. أنا من بغداد الجديدة. بغداد الجديدة على راسك أنت وكل أهل بغداد الجديدة. سلام شكرا. اليوم بغداد الجديدة ما شاء الله هاي صار ثاني تليفون ويانا ظاهر الكل اليوم قاعدة على المطر مكنكنة ودا تتفرج. صح؟ أي صح. مع العلم أنا هسه دازيلي على الخاص دا يقولوا لي عمروش إحنا قاعدين دا نتفرجك على الفيسبوك لأنه مو قادرين نشوف بسبب المطر دا تروح الإشارة مع ساتلايت. هي تروح الإشارة ودا تجي صح. أي أي هي هاي المشكلة صحيح تمام تمام. رزان شنو المثل اللي عندك؟ صراحة أنا أعرف مثل بس ما أعرف يعني من شنو جاي يعني قصته بس أوكي. مش عجبني. تمام شنو هو المثل؟ بخيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي. كلش احبه. صح زين هاي منو اللي قال لك اياها؟ الوالده قالت لك قوليها؟ لا انا يعني اعرفه. لا عاد ايش قد انت مسويه خير والعالم تردك يا بالشر. والله بعد كل واحد عند الله. هاي هنا شي يقولون سوي خير وذب الشط. صح يعني ربطناه هذاك المثل ويا هذا سوي خير وذب الشط او اشمر بالشط تمام. رزان شنو اكثر شيء دا تحبيه انت بي اون هوا؟ يا ريت اعرف منك انت كمتصله. صراحه خاصه من الاغاني القديمه اللي تطلعها طبعا انا يعني مو مواليد الثمانينات انا مواليد الثمانينات بس اتذكر انه على راس العمر كله اختي يعني اغاني هاي القديمه اللي يعني صراحه انا كلش انا واختي كنا يعني نقعد سوا ونسمعها كلش رجعنا لذيك الايام. حلو ان شاء الله يا ربي تعود هذيك الايام وتعيشون كل حياتكم بحلاء اكثر واني راح اهديك الاغنيه الجايه ان شاء الله. تمام ثانك يو رزان شكرا على اتصالك. شكرا لك. خلينا نروح نشوف اغنيه احنا وياكم عندنا وليد توفيق خلينا نهديها وبعدين ناخذ فيديو كليب. خلينا نشوف او نسمع وليد توفيق. يلا وليد توفيق الام مصطفى. انزل يا جميل في الساحة وتمختر كده بالراحة انا قد عينك مع اني نظرة عينك دباحة مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي عمرك يا جميل أمرك يا جميل أمرك يا مصطفى وألف ألف مبروك وينعاد عليك يا أم مصطفى بالصحة والسلامة والعافية والخير والله يبعد عنكم كلكم كل الأذى والشر اللهم آمين. أبو مرتضى مساك الخير. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو مرتضى. رحم الله والديك. والديك أبويا شلون صحتك؟ الله يخليك الله يخليك. من وين تكلمني يا ابو مرتضى؟ على البرنامج الرائع. حبيبي حبيبي تسلم لي يا غالي اشكرك. غالي. من وين تكلمني يا ابو مرتضى؟ من بابل. حياك الله انت وكل اهل بابل بابلون اينما تكون الحياه وياكم احلى ويانا احلى. حبيبي 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 يا ابو حبيبي. مرتضى حياك الله ابو مرتضى. رأتي انت والامثال. نعم. اهل الحله يعني امثالكم همينه حلوه
صح ولا لا؟ ايه انطيني مثل من امثالكم. مثل؟ اي ان شاء الله. شنو عندك عن... مثل؟ اي مثل يقول يضرب والمونع لعب ويد. مفهوم. يغرق. يا ريت بس شوية تعلي لي صوتك، انقطع الاتصال يا ابو مرتضى. اعتقد انقطع الاتصال للأسف. حاول تعيد الاتصال مرة ثانية يا ابو مرتضى. شكرا لك. وما افتهمت صراحة انش جدا تقول يغرق، ما اعرف اذا احد حتى من الشباب كان دا يسمع بالكنترول، يا ريت يقول لي شنو المثل اللي قاله. ويانا امثال ايضا، خليني اشوف منه من الاشخاص. يعني بسمان، حنا عزوز، تحياتي لك، شكرا. انت متواضع متواضع تقول منور. اكو مثل مصري يقول دنيا مصالح يا صالح، شوف مصلحتك. منور عموري، شكرا لك عزيزتي. رح ناخذ كليب بس خليني اخذ نور من المملكة العربية السعودية. مساء الخير يا نور. نور، مساء النور. كيف؟ هلا والله، هلا والله، هلا نور، شلون صحتك؟ الحمد لله. حبيت اهنيك على البرنامج الحلو. اشكرك اشكرك يا نور، حياك الله عزيزتي. تسلمين. من وين تكلميني؟ من اي مدينه بالمملكه؟ انا من جده. يا هلا يا هلا، مرحبا بكل اهل جده اللي معروفين هم يوقفون. حبيت اسمع اغنية عمرو دياب. هل اليوم اكو ان شاء الله عمرو دياب راح نسمع؟ صار اثنين طالبين. بس اريد اسالك نور سؤال، اريد مثل من عندكم سعودي سعودي سعودي، واذا يكون سعودي شرقاوي بعد احلى، فشنو عندكم امثال سعودية مشهورة؟ قولي لي مثل واحد. ما واحد؟ لا انا ما اتذكر الامثال صراحة ابدا، ما اتذكر، ما يجي على بالي الحين. ما حد يقول لك مثل على طول؟ ما يجي على بالي شيء. يعني مثلا يقولون دائما صدق لي قالوا اي. والله انسى انسى انا الامثال. طيب في من الامثال المشهوره بالخليج العربي لكم طول العمر اكيد يقولون صدق لي قالوا حتى المقابر تشتهي المحمر، هذا مثل ايضا خليجي صح؟ على راسي انا. حلا تسالني في الامثال انا. أي. بس حبيت أقول لك شيء، حبيت أطلب أغنية لعمرو دياب اللي اسمها طب تزيد، وأقدمها إهداء لهاني العراق. شن هي الأغنية بالضبط؟ طب تزيد عمرو دياب. طيب من عيوني التنتين راح أحطها. اسمها طب تزيد من ألبوم ميال. من ألبوم ميال، تمام، من ألبوم ميال، يعني 1990 صار من عيوني. أكيد عزيزتي، شكرا. تسلم. تحياتي إليك ولكل أهل المملكة. شكرا إليك يا نور، شكرا. تحياتي أكيد لهاني من العراق. شكرا لاتصالك، شكرا شكرا جزيلا شكرا. أيضا مثل ما قلنا بالأمثال الفنانين غنوا، والدور هسه أعتقد وصل إلى نجوى كرم. على مهلك يا هوا، نأخذ الأغنية حتى نشوف شنو اللي قالته. ولا فؤاد سالم؟ فؤاد سالم، خلينا نسمع فؤاد سالم. فإذا هم محضرين الشباب، خلينا نشوف فؤاد سالم. وحكيك مطر صيف،
هذا أيضا مثل شعبي معروف، حتشيك مطر صيف، يعني لا يقدم ولا يأخر ولا راح يبلل اللي يمشون، يعني واحد بس يحكي حاجه هيك بالفاضي ما منه أي فايدة ولا زود ولا فعل. وأبو حسين هم يعني يمكن راح يقول لنا نفس الشيء. مساء الخير يا أبو حسين. حبيبي أستاذ عمر، شلونك حبيبي؟ مساء الخير. هلا حبيبي، شلون صحتك؟ الله يسلمك. أبو حسين من أربيل. حياك الله يا أبو حسين، أنت وكل أهل أربيل على راسي عيوني. الله يحفظك، شلونك حبيبي؟ مرتاح إن شاء الله؟ تمام بخير، بس سمعت صوتك صرت أفضل همينة. الله يسلمك، الله يحفظك حبيبي. حبيبي أبو حسين، إحنا اليوم نسولف عن الأمثال اللي إحنا نعرفها اللي موجودة، هي يعني إنه عربيا إحنا نسولفها، بس أريد أسمع منك مثل كردي وتقول لي معناه بالعربي، ممكن؟ مثل كردي؟ أي أكو شي ببالك؟ والله أكو هاي بس ما جاي يحضرني. ماذا؟ أكيد أنا متأكد إذا طبقت الخط رأسا رح يجون هيجي كلها بالرأس. نعم. صح؟ نعم. نعم على رأسي. زين انطيني فد مثل أنت على طول تردده وتحس أنه يمشي وياك حتى لو عربي. أي خير الناس من نفع الناس. خير الناس من نفع الناس. نعم حلو حلو. هذا المثل أنت معتمده بحياتك أبو حسين؟ إن شاء الله، دائما دائما إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي على طول إن شاء الله عزيزي. الله يحفظك، الله يخليك. الله يخليك. شلون المطر عندكم كامل زين هسه بأربيل؟ صار نعمة 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 تقريبا يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله تكون أمطار خير. الله يبارك فيك. وأني سعيد جدا بيك. أجمعين أجمعين، الله يخليك، الله تسلم. يحفظك. تسلم يا أبو حسين. شكرا شكرا. مع السلامة. مع السلامة الله وياك. مع السلامة. من فتاح فال إلى عداد نجم، مثل قديم كانوا يقولوه فتاح الفال وعداد النجم. فتاح الفال هو الرجل اللي كان يدخل بالدرابين يفوت أقرأ فنجان أقرأ كف أضرب كف، يجي يشوف هو الفال مالتهم، فيطلعون هالنسوان البسيطات اللي قبل كانوا على الفطرة مثل ما يقولون، تطلع تريد تعرف ابنها هذا اللي أخذوه رايح وقت الحرب العالمية مدري وين ووقت كذا، فيجي يقرأ لها طالعها بالإيد عندك كذا، واللي ما متزوجة تنتظر أبو فتاح الفال. لقوه فد واحد كل شي ماكو، يعني مثل ما يقولون خرطي كل شي ما طالع من عنده، قام يشتغل ويقول أني عداد نجوم. شنو عداد نجوم؟ اللي هو عالم فلكي، يعني يقرأ اللي موجود فوق الأبراج وغيرها. هذا قبل كان يقولون عنه عداد نجم. ناخذ ياسمينة. ياسمين مساء الخير. مساء النور. هلا والله ياسمين. شلونكم؟ والله زينين. انت شلونك؟ انا كلي زين. منين تتصلين بينا؟ من أربيل. على راسي يا ياسمين، كل الهلا بيك عزيزتي. تفضل ياسمين. شلونكم؟ تمام الحمد لله زينين. وانت تمام؟ الحمد لله. ياسمين انت يعني بردانه وهيك صوتك مخنوق، علي لي الصوت اكثر. اي عافيه، هسه ضحكتي راح يطلع الصوت. لا اي كانوا في نوزة. يلا يا ياسمين سمعيني مثل. مثل شنو مثلا؟ بكيفك اي مثل انت يخطر على بالك قولي لي. والله ما أدري صراحة. ما تتذكرين ولا ما تعرفين؟ ما أتذكر. ما تتذكرين. تمام همي أنا نقول لك من سدين خط راح تتذكرين. طيب والدك والدتك بالبيت ما يرددون أمثال، أو والدتك من تحكي ويا أختها أو جيرانها ما تقول فد مثل معين؟ والله كان عندي باي بس تعرف يعني اوكي. انت دائما يجوز همينا ويا الامثال تكون معزومه بغير عرس، ما تعرفين هم ايش يسوون، حتى اذا قالوا مثل ما تعرفين مثل. اي تمام. تمام. ايش قد عمرك يا ياسمين؟ طول ايش قد؟ 18. العمر كله ان شاء الله عزيزتي. شكرا يا ياسمين. تأمريني باي شيء تحبين تقولين اي شيء. كل الهلا بيك. شكرا على هذا خوش برنامج. تسلمين. اشكرك اشكرك يا ياسمين. تسلمين لي عزيزتي. تحياتي لك ولكل الاهل العائله الكريمه. طبعا هسه شوف هسه مثلا ياسمين ما تعرف الامثال، والنقل المثل للاولاد وتعليمهم انه ليش نقول هذا المثل
أيضا جدا مهم. يا ناس يا عالم، هذا فلكلورنا، هاي ثقافتنا، شلون احنا نقدر نسلخ جلدنا منها؟ لازم هاي نتشبع بيها صراحة. يعني شوفوا المصريين ما شاء الله عليهم، تلاقي المسلسل اللي يطلع 30 حلقة معدل 25 حلقة امثال وخمس حلقات سوالف، وعلى رأي المثل، وعلى رأي المثل، وياها هم يعني المصمصة مالتهم هاي اللي يسووها، ما يسموها أصلا مصمصة، يعني دائما عندهم هذا الشيء يظلون يقولوا من أول الأفلام اللي نشوفها بالأسود والأبيض وصولا إلى اليوم المسلسلات المودرن الحديثة، عندهم حفاظ على هذه الثقافة والفلكلور مالتهم والتراث، لأن هاي الأمثال هي عبارة عن تراث شعبي. شو تقول أنت أبو نرمين؟ مساء الخير أبو نرمين. مساء الخير. ألو ألو، هلا أبو نرمين. نعم نعم نعم، شلون صحتك عيوني؟ يا هلا ومرحبا، شلونك؟ والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟ زين ان شاء الله. والله بخير بخير، الله يسلمك. الو، قول يا ابو نرمين. دا اسمعك اني، سامعني؟ حياني، شلونك؟ شلون صحتك؟ حبيبي حبيبي، والله اني بخير، انت تمام؟ زين ان شاء الله، الحمد لله الحمد لله يا ابو نرمين. تسلمي. يا هلا يا هلا، شلونك؟ والله إذا أنت بخير أنا بخير حبيبي، الحمد لله. أبو نرمين، عدنا فد مثل كردي، تسمعني يا صال معيونك أبويا. ليش ما عربي سوي زينية ذبة بالشاط؟ شلون؟ سوي زينية ذبة بالشاط ما يصيرها؟ أي أي عادي. هو أنا قلت أوكي باي جلس إلى من عندي، ماكو أي مشكلة، تمام قلت قبل شوي، عادي عادي ولا يهمك حبيبي. وده تضحك يعني عارف أنت شو مسوي ياي اليوم. أبو نرمين، عندك مثل كردي؟ كردي كردي بحت باللهجة الكردية أو اللغة الكردية؟ بلا والله أكو، بس ما أقدر أسويها عربي يعني. لا لا تسوي عربي، بس قل لي يا بالكردي، قل لي يا بالكردي، ويانا واحد من الولد يعرف أكيد راح يترجم لي يا هسة إذا ممكن، تقول لي يا بالكردي. نعم. ها قول. والله ما 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 أذكرها. مو مشكلة. مو مشكلة حبيبي، حضروا لي الأمثال مالتكم وكتبوها على ورقة وقولوا لي إياها. تمام ان شاء الله. ان شاء الله تمام. شكرا يا ابو نرمين، اشكرك على اتصالك، صديق عزيز. ممنون يا هلا. شكرا شكرا شكرا. اعتقد خالد رجع مره ثانيه عاود اتصاله بينا من الموصل. ولا خالد الثاني، مساء الخير. انا وياك وياك حبيبي. هلا حبيبي، هلا خلود. هلا تفضل حبيبي. خالد الو. نعم اسمعك. اسمعك حبيبي، تفضل قول. هسه قبل شوي اتصلنا وعطيناك المثل وشو ما نعرف على الشاشه يعني التلفزيون. قصدك الاغنيه ولا شنو؟ لا حتى يعني الصوت الطلب مالنا. لا 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 لا، موجود موجود على الشاشه. هسه تخلص الحلقه وترجع تنعاد، وعندك على الفيسبوك تقدر تدخل على بابلون تي في، بس يخلص البرنامج راح تكون موجوده الحلقه كامله على الفيسبوك، ترجع تعيدها راح تلاقي اتصالك موجود وكل شيء انت وياي كنت فيه موجود. تمام؟ جزيل شكرا. شكرا شكرا لك، شكرا لك يا خالد، شكرا لك حبيبي. شباب شنو عندنا هسه أغنية نقدر ناخذها؟ نجوى كرم، خلينا نسمع شنو المثل اللي هي قالتها من خلال الأغنية القادمة. خلينا نشوف نجوى كرم. جرحت دواهي اعتبر ما عادت الجرحك دواهي ويما تحت السواهي في دواهي ويما خلف مراعي في ذياب. راح اخذ حسوني. حسين مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عمروش؟ شلونك حسوني؟ علي لي صوتك حبيبي. الله يخليك. حبيت اشارك في البرنامج اكيد على امثال
أكيد، بس قبلها أريد أسألك أنت من وين قاعد تتصل بي؟ من أي منطقة؟ من الكوت. من الكوت. حياك الله أنت وأهل الكوت. الكوت سوى عندي توت. عاود اتصالك مرة ثانية. كوت سوى عندي توت. عاود الاتصال. موجود؟ أتصل بيك. لا لا موجود والله موجود. قول قول حسوني همزين بعد ما سوى توت. قول يا حسين. ما يعرف تدابيرة حمضتك تاكل الشعيرة. شلون؟ ما يعرف تدابيرة حمضتك تاكل الشعيرة. تعرف معنى هذا المثل ولا بس هيك دنقوله؟ لا لا أعرف معنى. إيه يا الله. إيه؟ قول. جود. جود. يعني ما يعرف يدبر أموره. زين يعني يخرب شغله. بما معنى هيك شيء. مثل السمك مأكل مذموم. أو مثل السمك مأكل مذموم هذا المثل هواي نسمعه. هواي. والباقي بعد ما يجي على بالي. مو مشكلة حبيبي، أنا جدا سعيد اليوم بمشاركتك يا حسين. أنت يمكن أستاذ عمروش. ها أبوي. المقطع مال مسرحية الخيط والعصفور هي كلها أمثال ديها. أي صحيح. وبنفس الوقت حلوة من الذاكرة، فياريت تعرضها. نعرض لك شنو بالضبط؟ جزء من المسرحية يعني. المسرحية. أمثال. المسرحية. الخيط والعصفور. أي. مسرحية الخيط والعصفور من عيوني إن شاء نعم. الله إن شاء الله. عيونك حبيبي. حبيبي شكرا. شكرا لاتصالك. شكرا عزيزي. أشكرك أشكرك. يا أبو محمد. يا أبو محمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو محمد. كيف حالك أخي؟ أنا بخير يا أخي. حبيبي على راسي. شلون صحتك تمام؟ تمام الحمد لله. مطر مطر أربيل. أي ما شاء الله. إن شاء الله مطر الخير والعافية عليكم والله يعود علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو محمد. قول يا أبو محمد مثل كردي عندك؟ عندي مثل عربي. هم قوله ما يخالف. عشر سامع طول طول النخلة أقل عقل سخلة. هذا الكل يقولوا هذا المثل. شنو معناته؟ شنو معناته يا أبو محمد؟ يعني طويل وكبير ما يفهم شيء. أها أنت تعتقد هو هذا؟ هو دا يقول أبو محمد إنه يا ريت تشرح لي أكثر يعني بإيجاز إنه هو هو ساني قاعد أقول له وأني هم استغفر الله مو مشكلة. أبو محمد طويل الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلة. هذا يقولوا للشخص اللي هو أساسا يعني طول بلا فائدة كل شيء ما يجي منه وش قد ما يحاولون يعلموا ويفهموا طش طش مو تمام؟ إي والله على يعني راسي على راسي يا أبو محمد. أنا سعيد جدا بمشاركتك ومشاركتك. أنت على راسي. أنت على راسي. أنت على راسي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. أشكرك مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. أحمد يا أحمد. أحمد مساء الخير. حبيبي ممكن أشارك؟ أكيد حبيبي تفضل. أنت على الهوى. اليوم هسا أحكي لكم على مثل كردي. مثل كردي تمام. يلا. أوكي. اوكي يعني يقول دستي ما عندولا سرسكيتيرا. اوكي ممكن تعيد لي مرة ثانية شوي شوي. دستي ما عندولا سرسكيتيرا وبمعنى ان الايد العاملة او الشغالة على الكرش السبعان مثل كرشك الحلو. يعني الايد التعبانة على الكرش الشبعان. ايه ايه بالضبط. أنا قلت شبعان أو شعبان شبعان صح. يعني شنو هذا؟ يعني الشخص اللي يشتغل ويتعب حياته أحسن من اللي نايم لطهري. إيه اللي يشتغل بحياته ويتعب أوكي بالحياة دائما يكون يعني شبعان وما يحتاج للناس الغير يعني. حلو أنت تتكلمني مين من أربيل؟ من أربيل. وهم أنا أريد أشكركم على هاي القناة الرائعة اللي ذكرنا ايام التسعينات والثمانينات والفتره الذهبيه يعني. يعني اشكركم حبيب. واتمنى كم مجموعه اغاني هم تنزلوها بالتسعينات مثلا ديانا حداد ورده الجزائريه اكو شيء مجموعه من اغاني همينه ب 97 لحد 99 يعني مجموعه صار تدلل بسر تشاو تشاو تخوز بيزور سباس دك مريزي حبيبي. حياتي للكل. اشكرك اشكرك شكرا حبيبي تسلم. حبيبي مع السلامة. رح أخذ آسف من بعدها أخذ أغاني حتى لحق لأن بعد عندي طلبات طالبيها من عندي من ديك الحلقة. هذا آخر اتصال وراها رح أضطر أنه أخذ أغاني الطلبات. آسو من أربيل. آسو آسو مساء الخير. مساء الخير قلبي شلونكم؟ هلا حبيبي شلون صحتك؟ الله يسلمك شلونكم أنتم شخباركم؟ كل الهلا بيك قلبي شخبارك أنت تمام؟
الله يسلمك، حبيت تشارك البرنامج ممكن؟ أكيد حبيبي طبعا ممكن. تسلم تسلم. طبعا المفال العربية عندنا نفس الشيء نفسه بالكردي عندنا. تمام. أها. تمام. هسه مثلا أنتوا اللي قلتوها مثلا مد رجلك قد غطاك، عندنا بالكردي نفس الشيء. أي. إلى قدر بري خضرات يا شيخ. شلون بالكردية رد ترجع تعيد ليها؟ تيد لقدر البركة يخوض راتيشة. هو نفس المعنى بالعربي صح؟ نفس الشيء بالعربي، مثل هذا قال هذا الأخ قال سوي زينة وضبه بالشرط، عندنا مثلا قلت ساكل كو بابا عريد هذا بآوي هذا، يعني نفس الشيء. يعني نفس الشيء، كلها نفس الأمثال. أصلا سمعت اللي يقولون الأمثال بالعربي كلها بالكردي نفس الشيء طبعا. نفس الشيء، تمام تمام. من أي منطقة تكلمني من أربيل يا آسو؟ أسارو، خمسة أسارو. على راسي على راسي، وأني سعيد جدا باتصالك. سلمك شكرا أخوي. شكرا شكرا لاتصالك حبيبي، أشكرك، تصبح على ألف خير. شكرا لك. شكرا. أوكي، عندنا أكو مثل عكسه يقول الطول هيبة والقصر عيبة. ماري يوسف يا ريت أغنية صابر للفنانة سهام محمد، إن شاء الله بخيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي. هذا أيضا مثل من الطلبات اللي انطلبت ويانا بالحلقة الماضية واللي قبلها. شخص طلب من عندي أغنية، أي أغنية لنوال الزغبي، وأني اختارت أغنية لنوال الزغبي اللي هي من دم عليك دم عن ندم غالي. رح نأخذها بسرعة لأن بعدها أكو أصلا طلب ثاني. خلينا نشوف نوال الزغبي من دم عليك. تزيد ناري ولهيبي ومندم عليك. وأيضا من الطلبات الثانية اللي انطلبت ويانا، بس أريد أعرف الشباب شنو باقي وياهم أغاني، لأني جزء أكو شيء مهم. أي أوكي، هذني بس اللي بقى ويانا اليوم من الحلقة شباب. تمام تمام، راح أخليهم أيضا على حلقة بعد باشر. فإذا هسه اللي راح أخذه راح أخذ ناظم الغزالي أيضا تلبية لطلبة الخميس الماضي، طلب الشخص اللي طلبه من عندي. فراح أخذ أنا وياكم هسه الفنان الكبير العظيم ناظم الغزالي بأغنية، وأرجع وياكم إلى عمرو دياب. السود ما جوز أنا يمي العيون، السود ما جوز أنا لونك الخمر سحر لقلوبنا، لونك الخمر سحر لقلوبنا. واقفة بالباب تصرخ يا لطيف، واقفة بالباب تصرخ يا لطيف، لاني مجنونة ولا عقلي خفيف، لاني لأنه هواية منكم طلبوا من عندي عمرو دياب، وأصلا نحن محضرين عمرو دياب من قبل لنفوت إلى البرنامج. والأغنية اليوم اللي اختارتها أنا لعمرو دياب من الأغاني القريبة جدا إلى قلبي، وأهديها لكم كلكم لأنه أنتوا عيني منكم. خلينا نشوف عمرو دياب عيني منك. عيني مني والله عيني مني، عيني عيني
أعتقد خلاص وقتنا يعني، احنا بدينا مأخرين صح، عبرنا على الوقت وخلاص وقتنا هسا مخرجنا، ولا شنو السالفة بالضبط؟ أريد أعرف بس. خالص خالص الوقت أوكي، على مد المسجات اللي جاي حتى ما أتجاهل أحد. بس عندي مثل يقول أكو مثل باسورد يقول كثيثه بميثا أوكي أوكي بالسورة عفوا كثيثه بميثا وين السولياثا اوكي كثيثة بمياثة وين السولياثة، يعني بالعربي دجاجة تموت عينها على اكرمكم الله الزبالة. اوكي هذا هو معنى المثل. كان ويانا هواي بعد اغاني، ارجع واقول انه حياتنا هي عبارة عن مجموعة امثال، كل واحد يجي ينطينا مثل واحنا نظل نضرب العالم بامثالنا. اشوفكم يوم الثلاثاء بنفس الموعد على الساعة 11 إن شاء الله على شاشة بابلون، لا تغيرون المحطة لأن الحياة ويانا أحلى. أتمنى لكم سهرة سعيدة وبداية أسبوع أسعد بكثير. ما أقدر أقول لكم هسه غير أنه تصبحون على ألف خير.